البروفيسور علي المقداد رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية للصحة العامة بجامعة واشنطن مباشرة من أمريكا. مساء الخير بروفيسور. مساء النور. حق علينا ما صدقناك المرة الماضية. ما بيأثر يا هلا توني. خليني أحكي على شغلتين سمعتهم بالحلقة من حد وخليني على خوفي. الفحص بلبنان البي سي آر، الناس لازم تعرف أنا بفحصك الساعة 10، أنت الساعة 10 ما عندك المرض، مش معناتها على بكرة أنت ما عندك إيه. بقول لك بمرحلته شو هالمرض، فالانتباه واجب. أنا الرسالة اللي بعتها لابن عمي، وأنت بتعرفه لابن عمي الأستاذ محمد المقداد. صحيح. أنا الرسالة اللي بعتها خوفي على التالي يا توني، خوفي على التالي. وصلنا بمرحلة بلبنان عم نعرض الجهاز الطبي لخطر. أنا المستشفيات اللي عندي بالجامعة هون 500 مليون دولار لورم فلسين لأنه وقفنا الإلكتف سيرجيز اللي هي العمليات الجامعات تعمل منها مصاري. الجامعة ما بتعمل مصاري من الأشياء الضرورية لأنه في تسعيرة لها، بتعمل مصاري من الأشياء الإلكتف اللي في تتأجل هالعملية. كل المستشفيات بالعالم أنا عندي 1500 طبيب فورلو قاعدين ببيتهم ما بيقبضوا، وعندي كلنا نحن الكبار بالجامعة أخذنا كت على المعاشاتنا لأنه الجامعة بتفلس. إذا بتطلع بجامعة بلبنان الجامعة الأمريكية، أنا مع احترامي لكل الجامعات بعرف الجامعة الأمريكية، إذا الجامعة الأمريكية المستشفى بيعطس الجامعة بتقرب وبتمرض. فأنا ما عندي هلأ 200 مليون دولار بجامعتي عندي احتياط ما بيخلوا لي مستشفى عندي تشتغل شهر. أنهكنا المستشفيات بلبنان وحيسكر الجهاز الطبي لأنه تسمع من الدكتور ابنه سلامته لابنه لحتى تعمل علاج صح. عندي أنا في نيجاتيف بريشر بالغرف، يعني بتكلف لتعمل تجهيز. أنا بفتح الباب وبفوت عليها للغرفة ما بيطلع الهواء منها، وأنا لما بلبس الكمامات لفوت شوف المريض لو بتعمل قلب مفتوح الشباب بيلبسوا بفوتوا. هيدا بدك جهاز طويل عريض 2-3 يساعدوك وتطلع يفحصوك، ولما بتطلع يعقموك بتكلف القصة. تيجيك واحد بلبنان بقول لك يا خي أنا بدي أفتح الاقتصاد، حنسكر مستشفياتنا بلبنان وجامعاتنا بلبنان اللي هي فخرنا وتاج رأسنا حتى نفتح أرجيلة، يعني معلش. هذا خوفي أنا، واللبناني ما عم يفهمها أنه أنت حتسكر مستشفياتك لأنه مستشفى ما حتقدر فاينانشلي، ما حتقدر اقتصاديا. تطلع دكتور مثل الدكتور فضل خوري بقول أنا 600 لازم تطلعهم من عند الجامعة، بتقوم علي الجامعة. طب ما أنا رئيستي عندي بالجامعة قالت 5000 من الجامعة بدهم يروحوا. ما في جامعة بأمريكا إلا ما عم تخسر هلأ بالكوفيد 19. دكتور كيف التحميم؟ بروفيسور اليوم الناس بلبنان، طبعا هذا الموضوع كتير مهم وكتير أساسي، لأنه اليوم إذا سقط الجسم الطبي بلبنان، إذا سقطت المستشفيات بلبنان، إذا انهارت، يعني العالم رح تموت على الطريق مثل ما شفنا بإيطاليا، مثل ما شفنا بعدد من الدول. العالم ما رح تلاقي تخت، ما رح تلاقي مكان التنفس، ما رح تلاقي حتى حكيم يوقف حدا يساعدها. هيدا الموضوع خطير جدا. الله يخليك، راحت الجامعة مش راح المستشفى. واحد. اثنين، راح المريض اللي عنده سكر يا خي، راح المريض اللي عنده كانسر، راح المريض اللي عنده بالقلب. طب هيدا كيف بدك تعالجه إذا المستشفى فلس؟ فضل. بدي أسألك إيه؟ أنت اليوم عم بتقول الحل هو بإقفال البلد، إقفال تام للبلد، وإلا ما في حل تاني. صح. وقلت هذه الرسالة لازم توصل. اليوم أخذت قرارات الدولة، أخذت قرارات، بس هيدي القرارات إذا بتشوفها بمكان فينا نقول عنا منيحة، وفي مكان بنقول إنه بعد في ثغرات. شو رأيك بالموضوع؟ وشو غلط غلط اللي سمعته أنا إنه بنفتح يومين ثلاثة وبنسكره؟ يعني والله معلم احترامي للكل، أنا الله جعلني عالم وبقيات لسبب ولازم أحكي. هذا كلام سخيف والخي معلم اسمحوا لي فيها، عيدها مرة تانية، كلام سخيف. المرض بده يا جمعتين لتوقفه. طب ما فيك تقول انا بدي اسكر يومين ثلاثه وافتح، يا سكر يا ما تسكر. بدك تسكر جمعتين، انت الوباء عم ينتشر عندك اكسبوننشال، خلص ما بقى فيك يعني فلت الملأ من اولى بلاسة. بدك تسكر البلد لتحمي حالك. بده تسكير تام جمعتين، تسكير تام، والا ما في يعني هلا ارتبه بكره لاسة بكره الغابات. انت وانا بنعرف المنطقه، يعني كلنا وضعنا خطير جدا بلبنان، لازم نحمي البلد، نحمي جامعاتنا، نحمي جهازنا الطبي، نحمي مستشفياتنا، نحمي مرضانا، نحمي اهلنا، نحمي البلد تطعم، نحمي البلد سيزاريان لتروح تعمل بامريكا.
بأمريكا أنتوا أخذتوا قرار لما خيرتوا بين الصحة والاقتصاد، أخذتوا قرار الاقتصاد ودفعنا ثمنه بالولايات. دفعتوا الثمن. احنا عنا دفعنا ثمنه غلط. طب انت شايف طيب. لبنان نحن انت نحن شايف بلبنان فلوريدا فادت بالحيط، ليش انت بدك تفوت بالحيط؟ ما في غير غلط، ليش تغلط انت؟ ما لبنان الوضع اللي فيه اليوم بيقول لك انا ماني قادر ولا باي لحظه بقى خاطر باقتصادي، لاني انا اوريدي صرت تحت سبع ارض بالاقتصاد. اي اقتصاد يا توني؟ معلش يا حبيبي، اي اقتصاد؟ اذا راحت جامعاتك ومستشفياتك وبقت البارات فاتحه والقهاوي والمطاعم، هيدا اقتصادي انا؟ لك لبنان شو عندي انا بلبنان؟ شو عندي انا بلبنان جهاز علمي؟ اليوم توني انا بدي اجيب مريض يتعالج عندي بالسياحه الصحيه بالجامعه الامريكيه، ليش بدي اجي انا على الجامعه الامريكيه اذا الجامعه الامريكيه عندها امراض ولبنان عنده تفشي؟ انا بروح على الاردن، بروح على تركيا. لك خربتوا البلد صحيا، سمعتنا العلميه راحت. لك نحن كتلاميذ جامعه امريكيه خايفين. بدي منك كلمه اخيره للشعب اللبناني وللدوله اللبنانيه بروفيسور. ليك انا خايف، أنا علي المقداد خايف، عندي بنت عمر 20 سنة خايف وقاعدة بالبيت. أنا عندي واين سيلر، أنا ما بشرب واين، عندي واين سيلر للبيت غرفة مخزن أكل فيه على شهر. لأنه الطعم اللي عم نشتغل فيه هلأ، الناس اللي عم تاخد أمراض، خليني أكون صريح معك، الناس اللي عم تاخد هذا المرض وتبين عندها العوارض، مثل ما تفضل دكتور نسناس قال عندها أنتي باديز، عم تنزل مع الوقت. للي عم نعطيه طعم هلأ نية بالطعام اللي عم تتجرب جرعتين، والأنتي باديز ما عم توصل لمرحلة قد المرض بحد ذاته وعم تنزل. يعني الطعم اللي ناطرينه نحنا لحد هلأ ما عنا إمكانية على إنه هيدا حيشتغل 100%. ما عنا شيء يطوني هلأ لنقدر علميا نلاقي له دواء لهيدا أو طعم. نقعد ببيوتنا، كل واحد لبناني جمعتين بلس البيت الأبيض طلبها منا، بتسكر جمعتين بتفتح صف جمعة، بتقول لهم للشركات بلبنان هنسكر يا اخي جمعتين، مثل عيد عنا عيد عمال هنسكر، سكر جمعتين وافتح اربع جمع، سكر جمعتين افتح اربع جمع، تحمي اقتصادك، تحمي شعبك، تحمي جامعاتك، لا تقضوا على الجامعات الاساسية بلبنان. انا بدي اتشكرك بروفيسور علي حسن المقداد من واشنطن، شكرا لك حضرتك رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية للصحة العامة في جامعة واشنطن.